فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت أنه لا يصلي صلاة الاستخارة إلا في الأمور المباحة دون المستحبة، فهل هذا صحيح؟ من قال هذا؟ صلاة الاستخارة عندما تهم بالأمر ولا تدري هو خير لك ولا ما هو خير، تستخير الله عز وجل، مثل تتزوج، مثل تبي تشارك واحد، مثل تسافر مع واحد، ما تدري، فتستخير الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ، في الأمور المهمة، أما الأمور السهلة ما تحتاج الاستخارة، واللي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج استخارة. ما تقول بستخير أن أصلي نافلة أو ما أصلي، هذه ظاهرة أن عبادة ونافعة، لا حاجة، ما تستخير في الأمور الظاهرة المصلحة. نعم.